قررت النيابة العامة حبس عميد كلية التربية ببنها وإحدى طالبات الدراسات العليا إثر تورطه في إفشاء أسئلة امتحان مادة يحاضرها لإحدى الطالبات واستغلال نفوذه لدى باقي زملائه من أعضاء هيئة التدريس لمساعدتها في باقي المواد. وكانت معلومات سرية قد وردت للرقابة الإدارية بالقليوبية بقيام العميد بالتورط في تسريب الامتحانات الخاصة بالدراسات العليا وبفحص أوراق الإجابة الخاصة بالطالبة وتبين صحة الواقعة.